اهلا بحضراتكم من جديد، معايا ومع حضراتكم الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي. منورنا يا كابتن شطه. اهلا بيك يا اسامه، برنامج جميل والله. ان شاء الله كده نستمر باذن الله، والاكاديميات تاخد دور معاكم ان شاء الله، يبقى في حياه، لان عدد الاكاديميات بيزيد، فلازم يكون عندنا ماتيريال تقدر تخلي البرنامج بتاع الاشبال ده يعني برنامج حقيقه من افضل البرامج الواحد يعني يتمنى انها تبقى موجوده في القنوات الموجوده عموما، عشان بيشجع اللاعبين الصغيرين ويشجع الناس على انها تحاول كل اللعيبه وكل الحقيقه الموجودين يعرفوا ويشوفوا بقى النادي الاهلي بيقيم هذا العمل الكبير ازاي. اخبار الاكاديميات يا كابتن؟ والله الاكاديميات دلوقتي احنا طبعا بقالنا 3 سنين كنا شغالين بشكل تقريبا يعني مكثف في اننا نحاول نغطي جميع المحافظات، والان حقيقه عندنا اكثر من 22 او 23 اكاديميه اكتف يعني شغالين، والان عندنا حقيقه فتحنا بنحاول نفتح 3 افرع خط موافقه لجنه التخطيط حقيقه اللي هي في زفته، يعني حقيقه لقينا مكان مميز جدا، وهي هناك في مكان حقيقه مكتظ بالسكان، ويعني حقيقه الاهلاويه بشكل كبير جدا حقيقه يستقبلون استقبال غير طبيعي، فاتمنى انه هذا المكان يبقى برضه ايه يفرغ للنادي الاهلي لعيبه كويسه. عندنا حقيقه برضه في ابو حماد الشرقيه دي من اغنى الاماكن اللي فيها لعيبه مميزه ومواهب كمان ما شاء الله. والسنه دي خدنا من الشرقيه لوحدها مش اقل من 24 لاعيبه على مستوى المراحل السنيه المختلفه، يتشافوا في قطاع الناشئين النادي الاهلي، ويتشافوا وكمان ايه يعني اقول لك ايه محتاجين لعنايه في الاكاديميه. هتكلم لك على البرنامج الجديد اللي انا هعمله بحيث ان اللعيبه دي لا تقل في تدريباتها عن قطاع الناشئين، فدي حته مهمه جدا. كويس. انا خدت احياء عهد لي ان انا اللعيب المميز في الاكاديميه يجب نعرض يا كابتن شطه وحضرتك معانا دلوقتي بعض الصور واللقطات للاكاديميات، ودي من اسكندريه. ما انت عارف اكاديميه اسكندريه دي فيها كمان برضه حقيقه في الكابتن ياقوت المسؤول عن هذا الفرع، هي شخصيه حاجه استاذ دكتور في التربيه، لاعب سابق، عندهم نادي اسمه نادي بايونيرز، فالنادي ده في الدرجه الثانيه بيلعب في الدرجه الثانيه، فحقيقه المكان ده انا بعتقد انه من افضل الاماكن من حيث الاهتمام باللاعبين وتدريب المدربين على كيفيه انتقاء البرامج للاعبين، كلها حاجات مهمه جدا. فانا بقول يعني والملعب حقيقه جديد، حقيقه مدام عايده المسؤوله عن الملعب حقيقه عملت لنا ملعب جديد لانك لسه يا دوب اول ناس استعملناه. اي مكان جديد بتروحها يا كابتن شطه بيبقى ليه مواصفات عشان تفتح في المكان ده اكاديميه النادي الاهلي؟ بيبقى فيه اشتراطات منك او معاك بتروح تبص متوفر 1 2 3 4 خلاص ممكن نفتح فرع هنا؟ والله انا طبعا يعني قبل ما اقرر في اي حاجه بطلب من الشخص او المكان اللي هنعمل فيه اكاديميه يتصور لي الاول صور بالليل وبالنهار، وبعد كده اروح اشوف الملعب اللي موجود ده. انا لا يمكن اخش في اكاديميه فيها ملاعب سداسي وسباعي، لازم يكون ملعب كبير او ملعبين كبار، او ملعب كبير وملعبين صغيرين، او ملعب كبير وملعب خماسي او سباعي. كويس. النادي الاهلي عشان الاعداد بتزيد، فلو رحت في ملعب واحد وبعدين الملاعب كلها الحقيقه بتبقى مؤجره لاكاديميات ثانيه، فانت محتاج انك انت تفرغ وقت كويس قوي لاكاديمياتك، لانك انت ممكن تبدا ب 200 وبعدين يوصلوا 300 ويوصلوا 400 ويوصلوا 600 يوصلوا 1000 وصلوا ممكن، فبالتالي انت محتاج ان الملعب دوت يكون عندك فترات تدريبيه فيه، فالمواصفات اللي موجوده فيه يكون في غرف ملابس كويس، يكون في مخزن للادوات، يكون في مكتب لمدير الفرع والتحصيل، عشان الحقيقه التحصيل مهم جدا لما تيجي تحصل مش هتحصل في الملعب جوه، لازم يكون عندك مكان خاص يجي ولي الامر يخش املى الاستماره قدام الناس، وان هو استماره الاشتراك استماره فيها 25 بند، لازم يكون مستوى فيه للعيب صحيا وبدنيا ويكون عنده كذا وكذا وكذا، فولي الامر بيقرا هذه الاستماره، والاستماره دي مهمه جدا يعني الحقيقه لو كنت عارف كنت جبتها عشان الناس تشوفها، لان الاستماره دي فيها اللائحه بتاعت الاكاديميه نفسها، شروط الاكاديميه هدفها ايه، هل ولي الامر لازم يقرا الحاجات دي قبل ما يعني يدفع حتى مليم، يعرف ان الفلوس دي مش رايحه يعني غرض تجاري، لا في غرض فني موجود من خلال هذه. حضرتك بتقول 24 لاعب من الشرقيه بس هيتشافوا في قطاع الناشئين مميزين ان شاء الله حقيقه في وجود الكابتن بدر رجب طبعا يعني يجي بقى ان شاء الله يتواجد معانا في الاكاديميه على فترات يعني متقطعه، يشوف مثلا اللعيبه الحقيقه المميزين دول. وانا كده في يعني في قناه الاهلي بقول ان انا من الاسبوع اللي جاي جايب كل اللعيبه اللي اشتركت في البطولات اللي موجوده كلها المميزه من جميع المراحل السنيه يتعدوا 250 لعيب كل المراحل السنيه من جميع الاكاديميات. هؤلاء اللاعبون ان شاء الله هجيبهم يوم السبت الساعه 6 مساء
3/7 وبعد كده يوم الخميس 8/7 هيجوا ان شاء الله يتدربوا عشان برضو يكونوا معانا دائما في هذه السنه، من خلال ان انا بندي برامج خاصه دلوقتي للعيبه المميزه زياده عن التدريبات المحليه العاديه، ودي لو ما عملناهاش اللعيب لا يمكن ينافس اي لعيب في اي قطاع، لان لعيب القطاع بيتدرب من 3 أو 4 أو 5 مرات في الاسبوع. وبعدين عندنا ماتشات هنشارك في السنه دي ان شاء الله في جميع البطولات اللي هيعملها الاتحاد المصري لكره القدم للاكاديميات او للمناطق، منطقه القاهره او منطقه الجيزه ان شاء الله. حضرتك السنه اللي فاتت كنت عاده دايما بطوله الكابتن صافت عبد الحليم، بطولات اخرى، تجميع الاكاديميات في كل الفروع، كان من ضمن برضو او من انشطه الاكاديميه المهمه جدا دي يا كابتن شط، وكنا بنغطيها مع حضرتك في قناه الاهلي برنامج الاشبال. والله يا اسامه انت عارف كويس قوي ان الحقيقه نجومنا الكبار زي صفت عبد الحليم وكابتن هاني مصطفى والمجموعه دي مصطفى. وبعدين عملنا كمان يعني مؤمن زكريا في البدايه، مؤمن زكريا الحقيقه برضو ومازن برضو الحقيقه ان شاء الله ثابت البطل، وهنعمل واحده كمان ان شاء الله لمحمد عبد الوهاب. يعني عندنا برضو نجوم كبار ورموز للنادي ممكن نسمي بهم بطولات كثيره جدا، لكن الاهم حاجه حصلت السنه دي وخلت الحقيقه يعني كميه كبيره جدا من الحقيقه اللاعبين، 1200 لاعب اشتركوا من جميع انحاء مصر في الاكاديميات الاخرى، اشتركوا معنا في بطوله اسمها بطوله اكاديميات النادي الاهلي الاولى. 1200 لاعب شاركوا في هذه البطوله، كانت بطوله كبيره جدا استمرت لمده شهرين او 3 شهور تقريبا، بيلعبوا مباراتين في المراحل السنيه من 2009 2010 2011 2012 وبعد كده في 2007 و2008، وجدنا لاعبين في المراحل السبعه والثمانيه مميزين جدا، فلازم ان شاء الله برضه هيتشافوا مع المجموعه اللي جايه يوم السبت دي من جميع من اسوان، من الغردقه، من اسكندريه، من المنصوره، يعني جايين من من ابو كبير، جايين من الحقيقه من كل الافرع اللي عندنا. انا احب بس اقول لك في افرع زي شيبين الكو مثلا عندنا في ميت خان مع كابتن احمد نخله من الاكاديميات الناجحه جدا مثلا، عندنا في غطيناها كتير خلي بالك الاكاديميه مع كابتن احمد نخله، وبعتنا كاميرا كتير وسجلنا وما شاء الله في اعداد واقبال كبير جدا هناك، وفيها لعيبه مميزه جدا الحقيقه في شبين. انا عندي بقى عندي الصعيد اتكلم عنه شويه، عشان انا كنت في اسوان امبارح شفت اشوف الملاعب واشوف الوضع ازاي، لانه الحقيقه اسوان كانت يعني العدد هبط فيها بشكل كبير جدا، كنت عايز اروح اشوف الاسباب ايه. رحت قابلت مدير مديريه الشباب الرياضه، وقابلت الحقيقه الكابتن زيزو والكابتن اشرف المسؤولين على الاكاديميه، ورحت الملعب شفت الملعب، وبعدين بصيت على ملاعب اخرى في طبعا رحت كومومبو عشان اشوف اذا كان في كومومبو اقدر اعمل الاكاديميه هناك. فالحقيقه سوهاج واسيوط واسوان السنه دي في اهتمام خاص جدا بيهم، لانه الحقيقه يعني سوهاج بالذات كمان في جامعه سوهاج عندنا ملعب ممتاز جدا تحت اشراف حقيقه محمد السيد موجود هناك حقيقه في سوهاج. عندنا كمان حقيقه بنها بدانا فيها اكاديميه السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله ماسكها حبيبك الكابتن ما عرفتوش مين عمرو حلواني. عمرو حلواني واحد من ابناء ونجوم النادي الاهلي. هستكمل مع حضرتك الكلام يا كابتن شطه عن اكاديميات النادي الاهلي في كل المحافظات، لكن نروح لتليفون مهم دلوقتي. معانا على التليفون دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. تحياتي ليك يا دكتور سعد، وتحياتي الكابتن عبد المنعم شط. مساء الخير يا كابتن اسامه، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام، ومساء الخير على كابتن شطه، ودايما موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. اخر الاستعدادات يا دكتور سعد، ما شاء الله بعد بكره افتتاح صرح رياضي كبير هينضم بقى لافرع النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي، اخر الاستعدادات لافتتاح فرع التجمع الخامس او القاهره الجديده. يعني خلينا اقول لحضرتك في البدايه، طبعا انا بتقدم بخالص التهاني لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي الكبيره في الحقيقه بهذا الحفل ان شاء الله اللي بيعلن عن افتتاح الرسمي لواحد من صروح الرياضه اللي بتعكس التطور الحضاري في الحقيقه للمنشات الرياضيه المصريه اللي تم يعني انجازها في فتره وجيزه وفي ظل تحديات اقتصاديه بيمر بيها العالم، ومن هنا كمان تيجي عظمه التحدي اللي النادي الاهلي انجزه بانه يعمل صرح رياضي في الحقيقه نال اعجاب وتقدير كل ما منظر هذا الطرح الرياضي، لانه بيحمل مواصفات ذات معايير جوده بتنقل كل مفاهيم المنشات الرياضيه المصريه في اتجاه اخر. واعتقد ان احنا كمان هنا من خلال برنامج حضرتك بنتوجه بالشكر الجزيل
لكل المؤسسات الوطنية المصرية على رأسها طبعا القوات المسلحة المصرية الممثلة في الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية في إن هي تنجز هذا الصرح العملاق. في الحقيقة أنا امتحت 50 فدان بهذه الصورة الرائعة والمبهرة. في الحقيقة كان عمل متواصل. حفل الافتتاح في الحقيقة من يوم ما أعلن كابتن محمود الخطيب عن إن شاء الله إن احنا هنفتتح النادي رسميا باستقبال أعضاء النادي الأهلي في القاهرة الجديدة بداية من 1/6 كان في استعدادات كبيرة جدا. تم عمل لجنة برئاسة الكابتن محمود شخصيا، ويمكن احنا كنا الفترة اللي فاتت دي في متابعة حثيثة لكل تطورات العمل داخل الفرع وإنجاز كل حتى الحاجات البسيطة عشان يظهر الفرع في صورة جميلة. وكنا على هامش الفعاليات بتاعة الاستعداد للحفل عملنا مجموعة من الفعاليات الصغيرة. واحدة كانت من أهم هذه الفعاليات هو إن كان في عايزين نربط المقر الرئيسي بكل فروعه بربط تاريخي، فعملنا جولة مهمة جدا مع فريق أرضي للدراجات النارية ابتدت من الشيخ زايد آخر الفروع الجديدة اللي قبل فرع القاهرة، ثم انتقلت للمقر الرئيسي في الجزيرة، ثم مدينة نصر، ثم راحت لمقر القاهرة الجديد. إن شاء الله فعاليات الحفلة هتبدأ في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. الحفلة هيبقى فيه جزء حفل فني هيستقبل السادة أعضاء النادي الأهلي بداية من الساعة 8، لأن الحفل من 6 لحد الساعة 8 هيبقى قاصر فقط على الدعوات الرسمية اللي تم توجيهها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. وبعد كده من الساعة 8 إن شاء الله هنستقبل كل أعضاء النادي الأهلي بداية من الساعة 8 علشان يقدروا يستمتعوا بالحفل الفني إن شاء الله اللي هيبقى موجود من اليوم التالي مباشرة. من اليوم التالي مباشرة هيبقى فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة جاهز لاستقبال أعضائه، وبالتالي هنبدأ نستخرج جميع البطاقات العضوية أيضا الجديدة. وده برضو خبر يمكن احنا بنختصه من خلال برنامج حضرتك يا كابتن أسامة، ان احنا ان شاء الله هنطلق البطاقة العضوية الجديدة للنادي الأهلي اللي هي مدتها 4 سنوات ان شاء الله، وهنبتدي ايضا بفرع القاهرة الجديدة نبدأ نسلم بطاقات العضوية من يوم الأحد القادم. الأحد القادم إن شاء الله نبدأ نسلم البطاقات. كمان إحنا كنا على هامش الاستعدادات لفعاليات الحفل، إحنا كنا كابتن محمود ومجلس إدارتنا بدأوا يستقبلوا اللجان العضوية عملناها في فرع القاهرة الجديدة تيسيرا على السادة الراغبين في الانضمام لعضوية عائلة الأهلي الكبيرة عشان ما نجيبهم في مقرات الجزيرة ويبقى اللجنة في القاهرة الجديدة. وأيضا عملنا نفس اللجنة دي بالتوازي في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد تيسيرا ومواجهة كثافة الأعداد الراغبة في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي. وده كمان فرصة من خلال حضرتك إن احنا يعني كل السادة الزملاء اللي عندهم رغبة في الانضمام لعائلة النادي الأهلي إن هم ينتهزوا هذه الفرصة، لأن احنا قدامنا فترة وجيزة عشان نستوفي الأعداد اللي طبعا لا يعتمدها مجلس الإدارة، وبعد كده نقفل لفترة معينة عشان نقدر نستوعب هذه الكثافات الكبيرة اللي موجودة وعندها رغبة للانضمام لعائلة النادي الأهلي. ده كان ملخص لبرنامج الحفل اللي هيبدأ الساعة كام، وفي لجان تم تشكيلها في استقبال السادة الأعضاء. ودي برضو أنا بنتهز الفرصة إن احنا نشكر كل السادة الزملاء المؤسسات الوطنية سواء كانت ممثلة في وزارة الإسكان في الحقيقة اللي بتساعدنا إن هي تعمل تجهيزات البنية الخارجية اللي محيطة ب هذا الفرع، ايضا جهاز القاهره الجديد زي ما احنا شكرنا قواتنا المسلحه المصريه. ده كان ملخص لفعاليات ان شاء الله حفل الافتتاح. ان شاء الله يكون بعد بكره يوم تاريخي ويوم سعيد لكل عشاق وجماهير النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي يا دكتور سعد، وبنطمن كل الناس ان شاء الله هنكون موجودين معاكم على قناه النادي الاهلي وبث مباشر لحفل الافتتاح اللي زي ما قال الدكتور سعد هيكون ان شاء الله حفل يليق بكل جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. دكتور سعد، فرصه وحضرتك موجود معانا دلوقتي على الهواء، عايز اسال حضرتك عن الحضور الجماهيري في مباراه الاهلي والوداد القادمه يوم الاحد القادم، ودي من المباريات المهمه جدا، برضو طمنا على الحضور الجماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في هذا اللقاء. يعني كان في مجموعه من الاستعدادات اللي احنا في النادي الاهلي دايما كنا حريصين ان احنا ناخدها
باقصى سرعه ممكنه، بمجرد في الحقيقه اعلان الاتحاد الافريقي بان طرفي المباراه النهائيه سوف يكون النادي الاهلي ونادي الوداد من المملكه المغربيه الشقيقه. النادي الاهلي تحرك بكل سرعه وبدا مخاطبه الجهات والمؤسسات الوطنيه المصريه لان يكون هناك حضور جماهيري من جماهير النادي الاهلي بكامل ساعه الاستاد اللي هي 72600، لان احنا طبعا دي مباراه تاريخيه، مباراه هي قمه صناعه كره القدم في القاره الافريقيه العريقه، والنادي الاهلي هو قلب كره القدم في القاره الافريقيه، مصر هي مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم، ودي كلها بتعكس مكانه مصر. وطبعا معاك رمز جميل من رموز كره القدم الافريقيه ومن خبراء كره القدم الافريقيه كابتن شطة، اكيد هو عارف مكانه مصر ومكانه النادي الاهلي في داخل الكره القدم الافريقيه. فكان عندنا رغبه في الحقيقه، وكان عندنا رغبه ايضا يحالفها الثقه في ان المؤسسات الوطنيه المصريه وعلى راسها طبعا المؤسسات الامنيه المصريه ان هي طبعا دايما بتساند وبتدعم طلبات النادي الاهلي. كان عندنا موافقة مبدئية على حضور 20,000 مشجع، كمان وصلنا خطاب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم تقديرا لمكانة يعني مصر ومكانة النادي الاهلي، وايضا قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على التنظيم الرائع ان يبقى في حضور جماهيري بكامل ساعة الاستاد. وبالفعل احنا قعدنا مخاطبة وزارة الداخلية والاتحاد المصري لكرة القدم لان يخاطب الجهات المختصة بأن تكون هناك ساعة كاملة، وأن تكون هذه المباراة هي عرس لكرة القدم الأفريقية، لأن احنا عارفين أن كل المنصات الإعلامية العالمية سوف تتابع فعاليات هذا اللقاء لما له من قيمة ولما له من عشق أيضا لكرة القدم بشكل عام، وأيضا النادي الأهلي وجماهيريته وقاعدته الجماهيرية الكبيرة بشكل خاص أيضا، ويكون في ترحيب بأيضا يعني النادي الوداد المغربي الشقيق في الحقيقه، ونرد كمان الاستقبال الحافل اللي قابلتنا بيه الجماهير المغربيه في كأس العالم للانديه، ونعكس هذه الروح الطيبه. ودي كمان فرصه من خلال منصه حضرتك يا كابتن اسامه وبرنامج حضرتك الجميل اللي احنا بنستمتع بيه، ان احنا كمان عندنا في مقابل الثقه اللي احنا بنثقها في المؤسسات الوطنيه ان هي حريصه على دعم وتسند طلبات النادي الاهلي، كمان عندنا ثقه في جماهيرنا، وعندنا ثقه في جماهيرنا ان هي هتظهر بالصوره المشرفه التي تليق بجماهير النادي الاهلي اولا، اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي كانت بتدعم وبتؤازر فريقه بكل قوه، وجماهير النادي الاهلي هي اللي قدمت مفهوم الدعم والمسانده بالشكل الراقي في كل جوانبه، سواء كانت دعم ومسانده للإدارة التي تقود مؤسسة النادي الأهلي، الدعم والمساندة للاعبين اللي هم على أرض الملعب، الدعم والمساندة أيضا لكل الجوانب المنظمة للمباراة، الدخول وفقا لتعليمات الأمن، الالتزام بدخول بتذكرة مباراة، الامتناع عن حمل أي محظورات تكون يمنعها الأمن. ده احنا كلنا عندنا ثقة في جماهيرنا، وكمان عندنا حرص على ان احنا نوفر لهم كل السبل ان هم يستمتعوا بمباراه ايضا يحالفنا فيها ان شاء الله التوفيق، ونستقبل بحفاوه النادي الوداد المغربي كما استقبلنا الجماهير المغربيه في كاس العالم للانديه. عندنا امل كبير ان شاء الله، عندنا امل كبير ان شاء الله من استجابه المؤسسات الوطنيه المصريه على راسها وزاره الداخليه الموقره اللي احنا بنشكرها على ان هي دايما بتدعم وبتساند طلبات النادي الاهلي، ان شاء الله ان نستكمل الساعه الكامله لتكون مباراه تليق بجمهوريه مصر العربيه وتليق بمكانه الجمهوريه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله دكتور سعد يكون في وعي كبير جدا من الجماهير في هذا اليوم، ويكون في استجابه كبيره جدا ايضا من الجهات الامنيه، ونشوف استاد القاهره في الساعه الكامله. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستكمل حوارنا مع الكابتن عبد المنعم شطه. اهلا بحضراتكم من جديد، نستكمل حوارنا مع الكابتن عبد المنعم شطه. كابتن شطه، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفروع الجديده. هي احنا اتفقنا السنه دي ان شاء الله في 3 افرع جديده تم الاتفاق عليها من لجنه التخطيط. ابو حماد في الشرقيه ملاعب كويسه جدا الحقيقه، معموله كويس جدا. في المنيا عندنا ملعب حقيقه برضه ممتاز جدا جدا جديد لسه تم انشاؤه، ملعب كبير 11 ضد 11 يعني. وعندنا طبعا في زفته في الغربيه
يعني هي لقينا ملعب ممتاز في مكان مكتظ بالسكان، انت عارف الشرقيه دي برضو والزفت والحتت دي كلها فيها لعيبه مميزه جدا. فان شاء الله الثلاث اكاديميات دي ان شاء الله هنبداها ان شاء الله في اول شهر 6 باذن الله نبدا الاشتراكات بتاعتها، ونحاول برضو كمان نعلنها للناس من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. الموسم الجديد بقى فتحتوا باب الاشتراك ولا لسه؟ فتحنا باب الاشتراك من 15/6. هي كل اكاديميه ليها مكان وليها مقر بتبدا في الاشتراكات وكده، على ان تبدا كل اكاديميه، كل اكاديميه مدير الاكاديميه هو المسؤول عن متى يكون الافتتاح بتاعها، ممكن بعد اسبوع من الاشتراكات، ممكن بعد اسبوعين. في مدينه نصر مثلا عشان الاعداد عندنا كبيره قررنا نفتح يوم 12/6 بعد ماتش النادي الاهلي والوداد ان شاء الله نكون كسبانين باذن الله، هنفتتح ان شاء الله ثاني يوم من بعد الماتش. ليه؟ لانه عندنا برضو الاعداد الكبيره دي لازم ننظمها كويس بحيث اننا ما نبداش بدري وبعد كده يجي نلاقي نلخبط البرنامج، فتبدا بقى بالاعداد الكبيره والمراحل السنيه المختلفه. فدي الحاجات دي كل اكاديميه لها، حتى الغردقه نفسها بدانا الاشتراك فيها لان الغردقه برضو من الاكاديميات معانا الناجحه. طب كويسه، الغردقه برضو من الحقيقه من الاكاديميات الناجحه جدا، عندنا فيها 4 أو 5 لاعبين يعني 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 كانوا من اميز اللاعبين الموجودين من كل المستويات الحقيقه، يعني حاجه غريبه جدا بالرغم انها طبعا الغردقه يعني شوف الملعب فيها ملعب ده طبعا البحر الاحمر برضو وفيها جماهير الاهلي كتير طبعا، نادي نادي سينزو طبعا في الغردقه معروف، ونادي طبعا كمان النجيله ما شاء الله حتى اماكن اولياء الامور جلوس اولياء الامور حاجه معمول نادي قوي جدا، نادي فيه كل الالعاب والانشطه وفيه حمامات سباحه وفيه اعضاء وكده، وملعب الكره الحقيقه نادي سينزو ادى للنادي الاهلي في في يعني في شكل انه يلعب فيه مبارياته ويعمل فيه تدريباته ويعمل فيه المهرجانات اللي بنعملها، هي من انجح الاماكن الحقيقه. ما نشكر حقيقه للاستاذ ابراهيم المسؤول يعني والناس المسؤولين والاستاذ صلاح المسؤول عن مدير عام النادي انهم حقيقه وفروا لنا هذا المكان الجميل زي ما انت شايفه. فبالتالي انا بتكلم على الاكاديميات ككل، يعني كل اكاديميه لها ميعاد بتفتح فيه الاشتراكات وهتبدا فيه الموسم ان شاء الله. عايزين نبدا بدري السنه دي طبعا، في ادوات جديده هتيجي وفي ملابس جديده وزي جديد هيجي ان شاء الله. انا شايف ما شاء الله ازاي حتى موحد يا كابتن شطه والشكل العام حاجه حلوه تليق بالنادي الاهلي فعلا. والله النادي الاهلي حقيقي حريص جدا على اللبس بتاعه، يعني احنا برضو عندنا الحقيقه الممارسات اللي بتتعمل لازم تنتقل اللجنه الفنيه الحقيقه بتفحص هذه الملابس. عندنا مواصفات معينه في اللبس الحقيقه بنعمله بشكل كويس جدا، وحقيقه اتمنى ان السنه دي يكون ازاي شكله كمان مختلف شويه عشان الناس هي محتاجه انها طب انا برضو من جانب ان برضو الشطه بتسهله على اولياء الامور، نظام الدفع بيبقى فيه بالقسط وفي كاش وفي كده صح؟ طبعا احنا عندنا هي نظام كويس قوي قوي الحقيقه. السنه دي عملنا نظام انه اللي بيدفع كاش يعمل له تخفيض على على قيمه الاشتراك بشكل انه مثلا اذا عنده ابن يعني اي امر عنده ولدين بيتعمل خصم للولدين 10%، وفي بتسهله برضه على اولياء الامور. وبعد كده بنعمل دفعتين او بنعمل 3 دفعات على حسب الاكاديميه، كل اكاديميه ولها طريقه معينه في الدفع. لكن طبعا اهم حاجه عندنا ان احنا النادي الاهلي يا كابتن اسامه اقل اكاديميه بتحصل من اي حد فلوس كويس، انا بقولها كده قدام الناس. انا شفت اكثر من 20 25 اكاديميه، النادي الاهلي اقل اكاديميه حقيقة. كابتن محمود الخطيب ما بينظرش للامور الماديه في هذا الامر، على قد لازم يكون اقل حاجه ممكنه عشان اكبر عدد من الناس الحقيقه تمارس هذه الرياضه. ودي طبعا الحقيقه بنشكرها على مجلس اداره النادي الاهلي منذ ان انشئت الاكاديميه الحقيقه. اتمنى انه النادي الاهلي دائما الحقيقه يكون سباق بهذا الامر، وان احنا الاكاديميه بتاعتنا اقل اكاديميه في حتى في اكاديميات ثانيه بتاخد اكثر من النادي الاهلي وهي اكاديميات خاصه يعني مش كمان اكاديميات انديه. فانا الحقيقه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على انه مش عايز يعني يرفع الاسعار بالشكل الحقيقه اللي متواجد على الساحه، لكن النادي الاهلي نادي تربوي، نادي بيبص على الامور التربويه والمشاطرات الاجتماعيه والنشاط بتاعه، وعنده كمان جماهير كتير قوي عايز يخليها بقى يحتويها من خلال هذه الاكاديميات. عايز اسالك برضو فرصه حضرتك موجود معانا عن كره القدم النسائيه، برضو من ضمن الاشتراطات ان الانديه تاخد الرخصه الافريقيه القادمه لازم يكون عندك فرقتين اشبال، والنادي الاهلي ما شاء الله عنده فرق اشبال في قطاع الناشئين، ويبقى عندك فريق كره قدم نسائيه. الكابتن شطه كان ابتدى الفكره من الموسم المنتهي، بدا يعمل اكاديميه للكره النسائيه. كره القدم النسائيه بقى ومشاركتها في الدوري الناديه هتكون من ضمن الاشتراطات عشان تاخد رخصه
الانديه الافريقيه يا كابتن شطه. والله في توصيه الحقيقه من لجنه التخطيط اجتمعنا في اخر مره وطلعنا اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي بتاعت الكلاب لايسنسنج، ودي بتشترط انه دلوقتي الفيفا اجبرت الكونفدريشنز كلها الاتحادات القاريه ومنها الكاف انه لازم يكون في كره نسائيه، ما قالوش فريق اول ولا فريق ثاني، قالوا فريق يلعب مسابقه. احنا ان شاء الله التوصيه اللي جايه من الحقيقه من مجلس الاداره النادي الاهلي ان نلعب بطوله 2006 هتبقى مع قطاع الناشئين. وبعدين 2006 دي طبعا انت عارف الكره النسائيه في الفريق الاول ممكن تلاقي فيه 2006 و2005 و2007 و2008 الكره النسائيه مش زي الكره الرجالي، هتلاقي واحده عندها من 2005 بتلعب فيرست تيم. فهنا بقى المرحله الاساسيه بتاعتنا اللي بننشئها ان شاء الله بعد ما الحقيقه مجلس الاداره يوافق على انشاء هذه الفرقه. الحقيقه انا وكابتن خالد بيبو اجتمعنا اكثر من مره مع الكابتن الحقيقه لجنه التخطيط، ومعنا كابتن اميره محمد يوسف المسؤول عن الاكاديميات في مدينه نصر وفي الشيخ زايد. سالتها قلت لها عندك لاعبين كويسين نقدر نلعب بيهم مسابقه؟ قالت لي انا عندي عدد كبير جدا، وكمان كل ما الناس تسمع انه في كره نسائيه في النادي الاهلي كل الانديه دي هتيجي عليها اقبال. فطبعا هي عندها يعني هي طبعا هي بتحضر الرخصه ايه دلوقتي، يعني هي مثقفه جدا وعندها دورات تدريبيه ولاعيبه سابقه، وبعدين الان هي بتاخد الرخصه ايه مع المجموعه الحقيقه اللي بيشرف على الاتحاد الافريقي، فهي هي قادره على انها تقود هذا الموضوع ان شاء الله، وبالتنسيق مع كابتن خالد بيه وهنعمل الدراسه الشامله لهذا الموضوع ونرفع التوصيه للنادي الاهلي ان شاء الله. ما شاء الله كابتن شطه بتقول هنتجاوز 22 فرع او اكاديميه للنادي الاهلي في الشرقيه وفي المنصوره وفي اسكندريه في اسوان وكومومبو والغربيه في ده كله، المحافظه اللي لسه كابتن شطه يعني لسه مرحش وبيتمنى او بيفكر خلال الفتره الجايه ان شاء الله يكون تواجد للنادي الاهلي واكاديميه النادي الاهلي فيها. هم فيها ثلاث اماكن بس طبعا صعب جدا اقدر يعني اعمل فيهم اكاديميات، الوادي الجديد العدد قليل يعني مكان حته شاسعه جدا وعشان تعمل فيها اكاديميه بس لازم نروح لانه لازم نغطي كل المحافظات، وبعد كده طبعا مرسى مطروح ما عندناش فيها حاجه الحقيقه انا رحت اكتر من منتجع النادي الاهلي في يبقى لازم خلاص يبقى في المنتجع ده نعمل لنا ملعب كده جنبيه والله تبقى كويس جدا، وبعد كده عندنا طنطا الحقيقه لحد دلوقتي في طنطا مش طنطا وكفر الشيخ الحتتين دول نكون غطينا الحقيقه 90% من محافظات مصر، ودي طبعا حاجه يعني الحقيقه توري قد ايه النادي الاهلي بيحاول يساعد كل الحقيقه جماهيره في كل المحافظات، لانه يعني ده عارف النادي الاهلي لما يكون روح هناك ومعاه مثلا درع النادي الاهلي يعني دي حاجه لها قيمه طبعا، فبالتالي انا الحقيقه بشكر كل الناس القائمين. بتزود كمان شعبيه النادي الاهلي الاجيال الصغيره اللي طالعه وحبها وانتمائها للنادي الاهلي، فدي كلها هدف الاكاديميه مش هدف استثماري بحت، لا ده بالعكس زي ما حضرتك قلت هدف فني، هدف زياده شعبيه النادي الاهلي، ازاي الولاد الصغيره بتطلع طاقتها في شيء هي بتحبها كره القدم وانتمائها للنادي الاهلي. شوف انا طبعا اتكلمت قبل كده عن حاجه معينه، انا عندي 24 اكاديميه فيها 10,000 لعيب. ال 10,000 لعيب دول لو القطاع خد منهم 100 يبقى انا كسبان تماما طبعا. لكن انا بقول زي ما حصل قبل كده النادي الاهلي اكاديمياته خرجت مش للنادي الاهلي بس خرجت لجميع الانديه، انا مستعد اجيب لك احصائيه كل اللعيبه اللي لعبوا في النادي في اكاديميه النادي الاهلي راحوا انديه ايه؟ وجبنا احمد عبد القادر ده ما كان في اكاديميه المنصوره، احمد عبد القادر ده بدا معانا في اكاديميه مثلا مثال بس في لعيبه في انديه ثانيه موجودين ومعروفين بالاسم ممكن نقول اسمائهم لكن تخرجوا من اكاديميه النادي الاهلي. اقول لك على مفاجاه بقى، محمود الونش لاعب نادي الزمالك ابتدى في اكاديميه النادي الاهلي في بلبيس والله العظيم يا خبر ابيض، الكلام ده مثلا من 2012 مثلا او 2010 كانت وقتها، خلي بالك دي بقى مفاجاه ليك، مفاجاه واللي كان ماسك وقتها مدير الفرع هناك في بلبيس يعني لا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان سيد عبد الحفيظ محمود الونش انا فاكر الايام دي كان وقتها جميع نجوم النادي الاهلي اشتغلوا في هذه الاكاديميه، كابتن محمد رمضان، كابتن شيخ عبد الشافي، كابتن ربيع عبد الصمد، انا، كابتن خالد بيبو، كل الناس دي اشتغلت، وبعد كده كابتن سعد الحفيظ، ومش عايز اقول لك الاسماء دي كلها لكل جميع اللعيبه اللي كانوا موجودين في اكاديميه النادي الاهلي وجميع الاداريين والمدربين الان في جميع الانديه موجودين برضه، مش عايزين نذكر اسماء، انت كنت موجود لما هي كابتن وليد صلاح الدين كان ماسك اسكندريه وبعد كده في انا سعيده كابتن شطه وحضرتك بتقول دلوقتي هي الاكاديميه كمان جزء منها ابناء النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي يكونوا متواجدين، وانت حضرتك بتقول دلوقتي هنفتح فرع في بنها وهيكون متواجد فيه عمرو الحلواني، عمرو الحلواني واحد من اللي لعبوا في النادي الاهلي في بدايات نجم كبير وواحد في قطاع الناشئين قعد سنوات طويله وهو بيختم بيرجع بيته، فيعني دي حاجه كويسه جدا الحقيقه، قيمه الاكاديميات قيمه كبيره جدا. شوف يا كابتن اسامه، اول ما عرفت الحقيقه مش عايز اقول مين اللي قال لي مفيش داعي انت اللي قلت لي، عمرو الحلواني اول ما بطل الحقيقه
على طول انا لما عرفت طبعا انا دربته 2002 كان مع كورفر لو تفتكر كان هو والمجموعه محمد عبد السلام وابراهيم يوسف الناس دي كلها كانوا موجودين. فهو الحقيقه ما شاء الله عليه الوحيد اللي كمل من الجيل ده لحد دلوقتي كان بيلعب. اول ما هي عرفت انه على طول كلمته الحقيقه رحب بشكل كبير جدا كويس. ولقيت عنده افكار كويسه جدا جدا ان شاء الله وهيستلم ان شاء الله من امبارح استلم فرع بنها. فانا بشكره على انه رجع بيته تاني وكل النجوم اللي لعبوا النادي الاهلي فاتح ايديه وفاتح بابه لكل هي النجوم السابقين عشان يجي يشتغلوا في النادي الاهلي. النادي الاهلي لن يتاخر على اي حد من ابنائه يا كابتن اسامه ان شاء الله وهنبعت كاميرا الاشبال هناك بنها وهنغطي لازم فرع بنها ان شاء الله علشان النادي الاهلي وعشان عمرو حلواني. كابتن شطه في مداخله الدكتور سعد شلبي وبعد بكره في افتتاح صرح كبير يضاف للبنيه التحتيه في مصر وينضم لعائلة النادي الأهلي وأفرع النادي الأهلي فرع الأهلي في القاهرة الجديدة التجمع الخامس. انت حضرتك رحت مع مجموعة من اللاعبين السابقين ونجوم النادي الأهلي وشفت هناك الموقع وكان في استقبالك وقتها كابتن محمود الخطيب الكلام ده من فترة. انطباعاتك عن الفرع الجديد والبنية التحتية وما شاء الله حاجة عظيمة تضاف للنادي الأهلي. والله أنا عموما سعيد جدا إن أنا حضرت افتتاح ثلاث أندية. أيوه. مدينة نصر أيوه كابتن حياة كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم الشيخ زايد برضه كابتن حسن حمدي والان هي فرقه التجمع الخامس ايام كابتن محمود الخطيب. حاجه يعني بصراحه يعني عايز اقول لك الفرحه اللي بنشوفها احنا النادي الاهلي منتشر بهذا الشكل وبهذه الفخامه والانديه اللي بتتعمل فيها احدث الحاجات اللي موجوده. انا رحت طبعا لقيت كمان صور معانا يا كابتن شط لقيت مبنى كمان للاكاديميه مبنى يعني فخم جدا اكاديميه النادي الاهلي على اعلى مستوى ملاعب يعني لسه ما زالت جديده. وطبعا دي حقيقه مجموعه كلها هتجمعنا لاول مره منذ سنوات طويله الحقيقه في هذا المكان والكابتن محمود الخطيب جمعنا طبعا في هذا اليوم وفي ناس كتير قوي الحقيقه تواجدت في ذلك اليوم طبعا. وان شاء الله هنتواجد برضه يوم الافتتاح باذن الله كلنا تاني. يبقى انا حضرت افتتاح ثلاث افرع للنادي الاهلي ويزيدني فخرا ان كنت كلها مصورها انا اللي مصور هذه الافرع. صورت مدينه نصر سنه 1988 او 1990 وبعدين الشيخ زايد والان افتتاح التجمع الخامس. ده فخر لينا كلنا ان شاء الله واتمنى انه النادي الاهلي يستفيد من هذا المكان لانه هيغطي بقى ايه القاهره الجديده كلها حقيقة. حتى لحد حتى العاشر من رمضان الاكاديميه هناك اشتغلت ولا لسه؟ ان شاء الله باذن الله الحقيقه بنعد الاكاديميه هناك باذن الله عشان يتم افتتاح ان شاء الله بعد ما نخلص افتتاح الحقيقه النادي نتفرغ بقى بعد كده الاكاديميه. اقبال كبير جدا يا كابتن اسامه على هذه الاكاديميه اجتماع اقبال كبير جدا من دلوقتي بيسالوا يجوا النادي عندنا في مدينه نصر عايزين نعرف اشتراك تجمع الخامس امتى؟ نقول لهم اشتركوا هنا مالكوش دعوه لما نفتتح هناك تروح هناك على طول بنفس الاشتراك على طول. فالحمد لله يعني ده فخر كبير جدا للنادي الاهلي ان يكون له اكثر من فرع وبهذه الفخامه وبهذه الجوده الحقيقه. فده يدل على النادي الاهلي طبعا. وانا عرفت كمان من الكواليس ان حضرتك كنت صاحب الفكره دي وكنت حريص برضو انك تجمع النجوم. يعني احنا شايفين الكابتن حسام البدري، الكابتن محمد عامر، الكابتن مختار، الكابتن رمضان السيد، الكابتن شوبير، الكابتن ضياء السيد، الاجيال عادل مصطفى، كابتن اسامه عرابي. يعني انا سمعت انك برضو يعني شاركت في اليوم ده وكنت حريص انك تكلم الناس بنفسك يا شطه وتعمل على التجميعه الحلوه دي. والله انا الحقيقه من حسن حظي كل زمايل القدامى والزمايل حاج تيسير الهواري طبعا الكابتن فتحي مبروك عشان ما ننساش حسن كابتن تامر حفني ابو دهنا ده كابتن مختار ما عرفتوش انا عارفه طبعا. الحمد لله كلنا تجمعنا الحقيقه. انا اسامه عندي حقيقه يعني حب ان انا اجمع كل الناس دايما حتى لو ما كانش في مناسبه دايما الحقيقه بنجيبهم في النادي الاهلي نتجمع لانه دي حاجه الواحد حقيقة بيعتز بيها الصداقات القديمه دي والزماله حتى الجداد كلهم زمايلنا واصحابنا وانا حقيقه يعني حريص على انه اجمع كل هؤلاء اللاعبين في كل الاوقات وباذن الله ان شاء الله في كل مناسبه هتلاقيني يعني متصدر هذا الموضوع بنفسي انا وحقيقه ما انساش كابتن شوبير برضه حقيقه دايما بيكون معايا في هذا الموضوع ونشتغل مع بعض في تجميع هؤلاء اللاعبين الحقيقه. طيب نروح بقى للمباراه المهمه والمرتقبه يوم الاحد القادم نهائي دوري ابطال افريقيا. ما شاء الله النادي الاهلي للسنه الرابعه على التوالي في نهائي افريقيا. مباراه الاهلي مع الوداد بطوله خاصه الاهلي البطوله السابقه خسرناها امام الوداد لكن كانت المباراه او النهائي من مباراه واحده تم اقامتها في المغرب. السنه دي ماتشين ذهاب وعوده. شايف الماتش النهائي ازاي يا كابتن شطه ومواجهه الاهلي مع الوداد ازاي؟ شوف انا هتكلم فنيا بس عشان نكون واضحين. النادي الاهلي في الفتره الاخيره استطاع انه يضع اقدامه بشكل كويس جدا على حاجه مهمه جدا يعني مستر كولر
عرف ازاي يوظف اللاعبين بالشكل المناسب، ما عندوش مشكله في مين يلعب مين يبدا، ودي حته مهمه جدا. كويس. انا بحقيقه افتكر في السبعينات هيدو كيدي كان بيحتار يلعب مين، فينزل 11 وبره قاعدين عمالقه. الان انت عندك نفس الحياه، مش عايز اقول مشكله، نفس الميزه، انه انت عندك اكتر من حوالي 18 ل 20 لعيب كلهم يلعبوا في اي وقت، ودي حاجه طبعا انا بحيي عليها مستر كولر. فاحنا عندنا فريق تقيل يعني قوي جدا. الوداد نتيجته مع سان داونز حقيقه يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، انه كونه يتعادل معاه هو ناقص واحد هناك في المغرب، ويكسبه في ضربات الجزاء في جنوب افريقيا. فريق الوداد فريق قوي يعني هي. وبعدين عنده دلوقتي كمان عايز يدافع عن لقبه، فبالتالي بقت في صعوبه. ثانيا المباراه النهائيه على ارضه كمان، فاحنا محتاجين بقى ايه، محتاجين لمعالجه يعني لمعالجه هذا الموضوع بشكل كويس جدا. كره القدم ما فيهاش مشاكل، تلعب في الملعب كويس يا اسامه، ما فيش حاجه اسمها قدامك العب كويس، قفل كويس، هاجم كويس، دافع كويس. في اخطاء موجوده في بعض المراكز لازم كولر يشتغل عليها، ودي طبعا سهله جدا. الفرص اللي بتضيع لازم اركز في الفرص، ما دي منها. يعني مثلا الفرصه بتاعت الكهرباء دي سهله جدا انه ايه يعني تعالجها بشكل كويس. في الماتش النهائي محتاج اركز في كل دي، لو اداها بسن جزمته مثلا بدل ما يغرفها عايز يحطها فوق، لا اديها بسن جزمته. في حاجات معينه محتاجه لتدريبات ومحتاجه، فهي مش اخطاء. انت عارف انت راجل مهاجم، الهجوم ده ما اقدرش اعلم اللعيب ازاي يجيب جول، ما فيش حد يقدر يعمل كده والا هبقى احسن لاعب في العالم انا. فانت بتجيب الجول بطريقتك وبمهارتك وبفكرك. وفي حاجه اسمها الامبروفيزيشن او الارتجاليه، جات لك كوره وانت مش عارف ازاي تحطها، دي حاجه انا ما اقدرش اقولها. موهبه للاعب. لكن محتاجين نقفل دفاعيا، محتاجين نلعب بشكل كويس جدا في 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 كيفيه بناء الهجمه، في كيفيه الفرصه الضايعه اللي بتضيع دي. يعني لازم يكون على الاقل على الاقل التسديد من بره. عندنا سوليه بشوط كويس قوي، احمد عبد القادر بشوط كويس قوي، قفشه بشوط كويس قوي، حمدي فتحي بشوط. يعني عندنا يا جماعه التسديدات دي مهمه جدا، نشوط كتير صدقني كره ممكن تقع من حارس المرمى حد يقابلها، ودي حصلت كتير. مش لازم الكره تكون قويه عشان تقع من حارس المرمى، ممكن تكون كره ضعيفه ويحصل لها ارتباك، مدافع مغطي حارس المرمى. لازم تسديد من بعيد، الكرات العرضيه والحاجات دي كلها يا جماعه مهمه جدا. احنا دلوقتي مشكلتنا بنجيب جول او جولين وعندنا 7-8 اهداف ضايعه، ودي طبعا مهمه جدا انك انت تحاول تحرص. لكن النادي الاهلي لن يفرط في هذه البطوله لسبب واحد، انه برضه جت من السماء ربنا اداها لنا في ماتش الهلال اللي عوده مره دي، كانت توري قد ايه انه دلوقتي البطوله دي احنا بنسعى لها بتوفيق من الله، وبالتالي لازم يعني نحرص على كيفيه ان لا نفقد هذه الفرصه اللي جات لنا يعني بشكل. هي يعني احساسك يا شطه ممكن ربنا بعد ما كانت الامور صعبه قوي وربنا اداها لنا تاني ورجعها لنا تاني ووصلنا للمباراه النهائيه، ممكن تكون ان شاء الله البطوله دي من نصيب الاهلي؟ والله انا عندي احساس. ليه؟ وتفتح الاكاديميات يوم 12 على خير، ويبقى افتتاح جميل كمان. عندي احساس ان النادي الاهلي لن يفرط في هذه البطوله، واللعيبه نفسها حاسه بقيمتها وحاسه انها بعد ما خلاص ضاعت منها استطاعت انها تستعيدها تاني. مفيش حد ما تجيبش لعيب تقول له لازم تلعب جامد لا، اللعيب نفسه دلوقتي حاسس بالموقف والدوافع اللي عنده اوريدي موجوده مزروعه جواه. فنحن بقى ما نوتروش اكتر، نقول له هذه مباراه سهله جدا انك انت تلعبها، بس ركز ولا تفقد فرصه كهرباء يا كابتن انت قلت عليها. يعني انا عايز اعرف ليه شوط في سن الجزمه. كان صفد عبد الحليم الله يرحمه يشوط الكره دي من نص الملعب بسن الجزمه. يعني دي برضه محتاجه، هو نفسه زعل لانه عارف كويس قوي شايفها، هو زعل ازاي. بس كمان الهجمه دي ممتازه جدا من الحقيقه، يعني حقيقه انا بحيي حسين الشحات حقيقه، بيفكرني حقيقه ببركات، وفكرني بحقيقه حسين الشحات ما شاء الله بيمر كمان بافضل فترات، افضل فترات من الاوراق الرابحه دلوقتي النادي الاهلي. انا حقيقه بحييه واقول له هنا يا حسين انت الان مفتاح المكسب بتاعنا ان شاء الله، وربنا يوفقك باذن الله ان شاء الله. اخيرا كابتن شط، عشان وقتنا، شايف النجاحات ما شاء الله اللي بيمر بها النادي الاهلي ان شاء الله، وتكمل كمان بالبطوله الافريقيه، موسم استثنائي للنادي الاهلي، مش في البطولات في كره القدم بس، لا ده في كره القدم، في العاب الصالات، في البنيه التحتيه كمان، وانشاء فرع جديد، مجلس اداره بيشتغل وفي تخطيط وفي نظام وناس قافل على نفسهم علشان نشوف ما شاء الله كم من النجاحات الكبيره دي. والله الحقيقه انا بقول النادي الاهلي السنه دي كله تعب، مجلس الاداره تعب، الجماهير تعبت، الناس اللي شغاله في المواضيع، المدربين، كل الحقيقه الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي على مستوياتها نشاط رياضي او في كره قدم
كله الحقيقه شغال بشكل يعني حقيقه. النادي الاهلي الان اصبح من الانديه الكبيره جدا على مستوى العالم اللي فيها بطولات بهذا الشكل وكميه من الالعاب اللي موجوده بهذا الشكل. فانا حقيقه بحيي مجلس اداره النادي الاهلي، بحيي كابتن محمود الخطيب، اقول له يعني الى الامام، وان شاء الله لن يكون هناك لواحد بيبذل مجهود ان يكون ربنا ان شاء الله هيوفقنا جميعا باذن الله. واحنا بنشكرك يا كابتن شطه ان شاء الله، وبنتمنى لك ان شاء الله موسم موفق كده مع اكاديميه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك عودتنا على النجاح يكون ان شاء الله الموسم القادم موسم كله نجاحات باذن الله. ان شاء الله يا استاذ، بشكرك وبشكر جميع حياة الساده المشاهدين، وتحياتي لكم ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيف الكابتن عبد المنعم شطه، وبنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه المهمه والمرتقبه يوم الاحد القادم امام الوداد المغربي، ان شاء الله تكمل على خير وتكون البطوله الافريقيه ال 11 من نصيب النادي الاهلي. ومن هنا كمان بناشد الجهات الامنيه ان عدد الجماهير او الحضور الجماهيري يزيد ان شاء الله، وفي اكيد يعني هيكون في وعي كبير جدا من جماهير النادي الاهلي زي ما شفنا قبل كده في مباراه الهلال السوداني، شفنا في مباراه الرجاء المغربي، وشفنا جمهور النادي الاهلي كان فارق زي مع الفرقه، وشفنا الالتزام الكبير وشكل الرياضه المصريه وشكل استاد القاهره. نتمنى ان شاء الله يكون في حضور كبير والساعه الكامله في استاد القاهره يوم الاحد القادم، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.